والشكر للأستاذ الدكتور إياس دكتوبة أعيدكم إلى الإطار الذي كنا معه فيه حيث تحدث عن نظام الإرث باعتباره نظاما ربانيا. وعندما نقول نظاما ربانيا فإننا نرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى، وقد فصل الله عز وجل الأمر بألفاظ قطعية لقطع تأويل المؤولين. الإشكال كما حدده الأستاذ الدكتور هو الفهم المغلوط للآيات والأحكام المستنبطة منها. وأكد الدكتور على أن قواعد تقسيم الميراث لا نصل فيها إلى الحديث عن الذكورة والأنوثة إلا في درجة ثالثة، وبالتالي فالتركيز على هذا الجانب هو غلط ومغالطة. وأكد الدكتور على أن المطلوب في التشريع في القانون وفي الأحكام ليس المساواة بقدر ما أن المطلوب هو العدل، وأكد على ذلك وعلى أن صفة العدل عند الله سبحانه وتعالى هي الأساس. القضية كما حدد الأستاذ الدكتور أصبحت تعطي لمن لا حق له حقا، أصبح من لا يحق له التملك يتملك، والذي أعطاه الحق في التملك هو من لا حق له في التمليك، فأصبح الخطأ من ناحيتين. وقال الأستاذ الدكتور أنه قد وقع تقديم اقتراح حل للإشكال يحترم الكتاب والسنة ويحترم الأحكام الشرعية، وهو مراعاة ما تسهم به المرأة في ممتلكات الرجل قبل وفاته، فأشار إلى أنه يمكن أن يراعى ذلك قبل القسمة وحتى بعد القسمة. وأشار بعد ذلك إلى أن جامعة الزيتونة كان لها رأي وكان لها تدخل وأصدرت بيانين أتبعتهما بثالث. وفي الواقع هذا ما ينتظره الجميع من هذا الصرح العتيد، الجامعة الزيتونية ومن أساتذتها الأجلاء. تحدث بعد ذلك عن فتوى صدرت وبين ما يتعلق بجزئياتها ومقاصدها ومحاولة توظيفها من طرف البعض. تطبيق هذا القانون المقترح كما قال الأستاذ يطرح عدة إشكالات، ذكر البعض منها وبقي البعض الآخر نترك المجال لتناوله مع الأستاذ كمال بن منصور في المداخلة الثانية. الأستاذ كمال بن منصور أستاذ في القانون عدل إشهاد بسوسة، عضو المجلس العلمي للجمعية الوطنية لعدول الإشهاد، مدرس بالجامعة التونسية، مدرب في مجال التنمية الذاتية، صدر له كتابان الوجيز في علم المواريث وبحوث ودراسات واستشارات قانونية. عنوان المداخلة كما سبق وأشرت يعبر عن الجزء الثاني من طرح الموضوع، وعنون له إذا قلت الإشكاليات التطبيقية لمشروع قانون المساواة في الإرث، فليتفضل. مشكورا. وأنا أمر المصدح للأخ كمال، ودي أن نرحب شيخنا الشيخ حسون المنولي كي حل بيناتنا ربي يبارك لنا فيه، ورحب بالأخت سامية المعالج رئيسة جمعية المرأة الحرة، والأخ لطفي عبيدة رئيس جمعية الدعوة والإصلاح، مرحبا بهم. ما دمت ترحب بمن حضروا معنا مشكورين. في الواقع قناة الإنسان تقف إلى جانبنا في كل نشاط وتنقل نشاطاتنا إلى المشاهدين، وفي الواقع هذا يسرنا لأن كلمة ضيوفنا لابد أن تصل إلى أكبر عدد ممكن، وبفضل هذه القناة في كل مرة يصل صوت وصورة هؤلاء، فمشكورة هذه القناة على المواكبة، ومشكور كل من ساهم في تأثير هذه الندوة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر بدوري جمعية الخطابة بصفاقس على هذه الدعوة ليكون بينكم في هذه المساهمة البسيطة في موضوع مشروع قانون المساواة في الإرث وما قد يطرحه من مصاعب وصعوبات وإشكاليات قانونية. مقترح هذا القانون كانوا يحيثون دائما ويستندون ويرجعون إلى فصل من الدستور التونسي وهو الفصل الثاني تونس دولة مدنية. أنا أيضا أردت أن أبدأ مداخلتي هذه بالفصل ذاته الفصل الثاني من الدستور تونس دولة مدنية، هكذا جاء بهذا الفصل. لكن هذا الفصل من دستور تونس 2014 جاء لتأكيد وضمان مدنية الدولة التونسية، ولكنه لم يأتي بالجديد. فتونس دولة مدنية منذ الاستقلال وقبل صدور دستور 2014، فما كانت بلادنا بالمرة دولة لائكية ولا دولة دينية ولا دولة عسكرية ولا شيئا من هذا القبيل. فتونس دولة مدنية، الإسلام دينها. ومع أنه لا معنى للحديث عن دين للدولة على حد أستاذ على حد قول أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد لما أكد على أن الدولة كشخص معنوي لا دين لها، فلا نجد مثلا دولة تصلي وتصوم وتطوف بالكعبة وتدخل الجنة أو النار، وإنما المقصود بدين الدولة حسب ما جاء في الفصل الأول من الدستور هو دين الأمة أي دين الشعب. هذا هو المقصود بدين الدولة، هو دين شعبها، وهو ما يتناغم مع ما جاء بتوطئة الدستور. في هذه التوطئة والتي هي جزء لا يتجزأ من الدستور ذاته مثل ما جاء صراحة في الفصل 145 حيث جاء بالتوطئة بأن هذا الدستور قد رسم في إطار تعبير شعبنا عن تمسكه بتعاليم الإسلام ومقاصده وبالقيم الإنسانية وحقوق الإنسان استناداً إلى مقومات هويتنا العربية الإسلامية وتوثيقاً لانتمائنا الثقافي والحضاري للأمة العربية الإسلامية، وذلك في إطار دولة مدنية. فمدنية الدولة لا تنفي هوية شعبها ودينه وانتماءه الحضاري والثقافي، ولا يتناقض هذا مع ذاك حسب الدستور ذاته كأعلى هرم من قوانين البلاد. أما عن قوانين الأحوال الشخصية كالزواج والنفقة والحضانة والنسب والميراث وغيرها، فنجدها وفي جل التشريعات في العالم تحترم المثل العليا للمجتمع وللأمة من دين ومبادئ وقيم وعادات وتقاليد وأعراف. فالحقوق الفردية للأشخاص مع أهميتها وقدسيتها أحياناً، لكنها لا يمكن أن تقوم هذه الحقوق الفردية على هدم مقومات المجتمع ومثله العليا ولا تسبق عليه. لذلك وجب أن تصاغ قوانين الأحوال الشخصية في إطار هوية أغلبية الشعب أو الأمة. هذا هو معنى الديمقراطية الصحيحة. فالديمقراطية هي حكم الشعب أو حكم عامة الشعب، أي حكم الأغلبية مع احترام الأقلية. ومن ذلك في قوانين الأحوال الشخصية قانون الميراث، وهو من أهم وأبرز قوانين الأحوال الشخصية في بلادنا. وقد جاء صلب تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، هذا التقرير الذي اقترح مشروع المساواة في الإرث تحدث على أن قواعد الميراث هي قواعد وضعية وضعها المشرع عند إصدار مشلة الأحوال الشخصية في أود 56، وقال هذا التقرير بأنها بذلك قواعد مدنية. وقال المشروع، قال التقرير أيضا بأن الحجة الأساسية التي يعارض بها تطوير قواعد الميراث هي حجة دينية. وتقول اللجنة بأن هذه الحجة لا تصلح في نظامنا القانوني التونسي لأنه نظام مدني وضعي وليس بنظام ديني.
هكذا جاء في تقرير لجنة الحريات الفردية وهي تحيث وتؤسس لهذا المقترح. نقول بأن قواعد الميراث في تونس هي قواعد وضعية قانونية تنظمها مجلة الأحوال الشخصية، نعم، لكن مصدرها هو الدين، الدين الإسلامي، دين الأمة، دين الدولة، دين الشعب. وأن يكون الإسلام دين هذه القواعد المدنية الوضعية المنظمة والمحددة لمن يرث من التونسيين ومن لا يرث، وما هو مقدار كل وارث في تركة مورثه، هو عين الصواب، وهو ما يجب أن يكون، وهو ما ذهب إليه الدستور التونسي ذاته، باعتبار أن الفصل الأول كما قلنا يقول بأن تونس الإسلام دينها، فالإسلام دين شعبها، وبذلك الأحوال الشخصية وقوانين الميراث لا بد أن تستند إلى مصدر هام من مصادر القانون وهو دين هذا الشعب. أما أن نتحدث اليوم عن مشروع قانون جديد للمواريث لتحقيق المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، ففي ذلك إيحاء بشيئين. أولاً، يفهم المتلقي بأن قانون الميراث الحالي المنظم صلب مجلة الأحوال الشخصية طبقاً لقواعد الفرض الشرعي هو قانون لا يحقق المساواة، وأن هذا المشروع جاء لدحض القانون الحالي ليحقق المساواة، وكأننا في قانوننا الحالي لا نحقق المساواة. ثم يفهم المتلقي أيضاً من عنوان هذا القانون وهذا المشروع بأن الميراث يقوم على قاعدة الذكورة والأنوثة، لأنه جاء ليسوي بين الذكر والأنثى، بين الرجل والمرأة. هنا تكمن المغالطة، فلا يمكن أن نتحدث في الإرث عن المساواة، لأنه ليس من دور الإرث أن يحقق المساواة، بل نتحدث عن فكرة أعمق وهي فكرة العدل. ولنا في القانون قاعدة عامة تقول بأنه ليس من المساواة أن نسوي بين وضعيات غير متساوية، ليس من المساواة أن نسوي بين وضعيات غير متساوية، والورثة هم بالضرورة وضعيات غير متساوية لاختلاف درجة القرابة وقوة القرابة ومرتبة الجيل الوارث ثم جنس الوارث. ولا يمكن أن نجزم أيضا بأن التوريث يقوم فقط على معيار الذكورة والأنوثة مثل ما تحدث قبل الدكتور إلياس دردون. أما عن الفصل 21 من الدستور الذي أيضا برر به مقترح هذا المشروع، هذا الفصل يقول بأن المواطنين والمواطنات في تونس متساوون في الحقوق والواجبات. هذا المنطلق، فالنتيجة إذن حسب مقترح القانون هو طالما جميع المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، إذن النتيجة المساواة في الإرث بين المواطنين والمواطنات. أيضا هنا تكمن مغالطة أخرى، فهذا الفصل لا يمكن أن نطبقه على قواعد الإرث، لأن الإرث أساساً لا علاقة له بالمواطنة. فالزوجة الأجنبية مثلاً ترث زوجها التونسي وهي ليست مواطنة تونسية، فلا نتحدث في الإرث عن المواطنة باعتبار أن حتى الزوج الأجنبي ليس مواطناً تونسياً، يمكن أن يرث زوجته التونسية. وإذا طبقنا هذا الفصل مطلقاً هكذا، فتصبح مثلاً الشهرية الصالير كل المواطنين في تونس يوليوا يتقاضوا 2000 دينار ولا 1500 دينار، لأن الدستور يقول جميع المواطنين والمواطنات متساوون. لا، هكذا نطبق فصول الدستور. فقراءتنا المتواضعة لهذا الفصل أن يقصد به المساواة في الحقوق والواجبات تجاه الدولة، أي الحقوق والواجبات في المواطنة. نحن في القانون لما نستعمل في نص القانون مصطلح فهذا يعني على من يطبق. مثلا نقول واجب الزوج، لما نستعمل مصطلح الزوج فيعني أننا سنتحدث عن واجب تجاه من؟ تجاه الزوجة. لما نقول واجب الأب
فتفهم قبل أن أواصل بأنني سأتحدث عن واجبه تجاه من؟ تجاه الأبناء. لما أتحدث عن واجب المواطن تجاه من؟ تجاه الدولة في المواطنة وليس تجاه الأفراد في الإرث مثلاً. فلما أقول واجب الأجير أو واجب المؤجر هكذا نقرأ الفصول القانونية ننسبها لأصحابها، وإلا فإننا إذا قرأنا هكذا الفصل الدستوري بأن المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات يصبح الميراث إذن لو طبقنا عليه هذا الفصل خطأً يصبح بالتساوي بين جميع الورثة مهما كانت درجة قرابتهم للميت، فكلهم مواطنون ومواطنات. مثاله لو توفي شخص وترك زوجة وابنا وبنتا، جاء هذا المشروع الحالي قال الزوجة سترث الربع، هنا ما عادش الثمن مثل ما جاء في التشريع الإسلامي. أتساءل لماذا الربع؟ قالوا مثل الرجل، باعتبار لو هناك فرع وارث الزوج سيرث زوجته الربع، والمساواة بينهم بين الجنسين. قلنا هكذا سترث الربع. حسنا بالفرض إذا نأخذ أشياء من الدين ونأخذ أشياء من الدين من الدنيا ونعمل خلطة. سترث الربع، والابن والبنت لا يرثان للذكر مثل حظ الأنثيين، يرثان بالتساوي. لماذا؟ لأن البنت بنت الميت هي مواطنة مثل أخيها مثل ابن الميت، فنسوي بينهما. هكذا يفكر مقترح القانون. أتساءل، هذه الزوجة التي أعطيناها الربع من التركة أليست مواطنة تونسية هي الأخرى؟ لماذا إذن نسوي فقط بين البنت والابن؟ إذا كان منطلقنا بحق هو المواطنون والمواطنات متساوون، ونريد أن نطبق هذا الفصل على قانون الميراث، فيرثون أثلاثا الزوجة والبنت والابن. ولو هناك أب وأم وزوجة وابن وبنت يرثون أخماسا لأنهم كلهم مواطنون ومواطنات. فهذه مغالطة أننا نطبق في فصل الدستور على الميراث، هذه مغالطة كبرى وكذبة كبرى. الميراث يا سادتي علم دقيق يقوم على قواعد علمية متناغمة ومنسجمة ومتكاملة، وهو من أصعب العلوم وأدقها. ففيه قواعد الحجب، وفيه حجب إسقاط وحجب حرمان، حجب نقصان، وفيه تزاحم للورثة، وفيه عول ورد، وهناك إرث بالفرض وإرث بالتعصيب، هناك ورثة من الرجال وهناك وارثات من النساء، هناك نساء يرثن ورجال لا يرثون، وهناك رجال يرثون ونساء لا يرثن، هناك تأصيل وتصحيح، وهناك وصايا ومناسخات وقواعد علمية وحسابية وفرضيات لا تحصى ولا تعد. من بين هذه القواعد هناك قاعدة، من بين مئات القواعد قاعدة تقول للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه القاعدة لها تطبيقاتها، لها مجالاتها، ولكنها ليست كل العلم، ليست كل علم الميراث، هي إحدى القواعد. لكن المس من هذه القاعدة سيدخل اضطرابات على إعمال الفريضة، وهذا سيكون له تأثيرا سلبيا ومباشرا على تقنيات التطبيق العملي لحل الفريضة، وسيمس بحقوق الورثة الآخرين، وسيلحق ضررا بالأنثى كما بالذكر. في اختصاصنا كعدول إشهاد نختص في علم الفرائض، لما ننظر إلى حجة الوفاة وإلى قائمة الورثة ننظر إلى مشهد كامل ونختار، وفيها من هذا المشهد هناك من يرث من لا يرث، وهناك حجب، وهناك عدة قواعد نقوم بها، ولا ننظر من زاوية واحدة أن هناك ذكر وأنثى سأسوي بينهما باعتبار أن هي قاعدة فقط، هناك قواعد أخرى وهناك أصحاب فروض وهناك ورثة بالتعصيب وغيره. هذا المشروع جاء لينظر من زاوية واحدة وأهمل بقية الزوايا، فخلق شللا أقول على علم متكامل، علم رياضي، علم حسابي. في علم الرياضيات لما نقول راسين كاري دو كاتر يقالا دو، معناها دو كاري يقالا كاتر، إذا مش تبدل الأولى راي تتبدل الثانية، يمس بعضه، متكامل، متناغم. ما نجمش نبدل قاعدة برك نتاع الذكر مثل حظ الأنثيين وننسى بقية القواعد العديدة في الميراث لأنها تكمل بعضها البعض.
علاوة على ذلك فإن مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية لصادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا وتم تمريره إلى مجلس نواب الشعب في إطار مبادرة من رئيس الجمهورية جاء لإضافة باب سابع من الكتاب التاسع لمجلة الأحوال الشخصية تتعلق بالتساوي في الميراث، تضمنت فصول من 146 مكرر إلى 146 سابعا. هذا المشروع جاء لإضافة فصول جديدة، يعني نتفاهموا من توا لم يلغي الفصول الحالية الموجودة في مجلة الأحوال الشخصية، وسأذهب لتوضيح التضارب والمشاكل التي ستطرح في وجود مجلة الأحوال الشخصية الحالية والفصول الجديدة التي جاءت وهي متناقضة تماما ومتعارضة معها. فهذا القانون، هذا المشروع قد أبدى قصورا على أن يقوم بذاته وأبدى عجزاً على أن يكون متناغماً مع بقية أحكام المجلة، والحال أن القواعد القانونية في القانون يجب أن تكون متناغمة، يجب أن يكمل بعضها البعض باعتبارها مجسمة لإرادة المشرع وسياسته التشريعية. لكن مقترحي القانون الجديد ونظراً لعدم قدرتهم على الغوص في أغوار أحكام المواريث كيفما ضبطها مصدر مجلة الأحوال الشخصية قد وقعوا في هذا المشروع في التضارب بين الفصول، وهي صورة من صور الارتباك التشريعي بسبب الرغبة الشديدة في تمرير هذا المقترح بحجة القوة لا بقوة الحجة. الفصل 146 مكرر من هذا المشروع، هم ست فصول سأحاول حسب ما يسمح بي الوقت أني نأتي عليهم كله باش نحاول نبسط أكثر ما يمكن. أول فصل جاء جديد، مقترح هذا جديد اللي باش يتعرض على مجلس النواب، يقول البنت انفردت أو تعددت ترث جميع المال، أصبحت عاصبة ما عادش صاحبة فرض مثل الابن، أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم، ولا يرث معها الأب والجد إلا السدس دون أن ينتظر شيئاً. نأخذ الصياغة من حيث الشكل، إحنا في القانون ننظر من حيث الشكل وبعد نغوصوا في الأصل. من حيث الشكل البنت لا يرث معها الأب والجد، عبارة حرف الواو في الأب والجد نفهم منه أنا كعبد الشاهد غدوة باش نخدم الفريضة بأن الأب والجد يرثان معاً السدس، والحال أن الأب يحجب الجد حجب حرمان. فلو توفي شخص بالنسبة بربي باش نبسط، لما نستعمل قرابات في علم الميراث راهو بارابور للميت، يقول أب راهو أب الميت، يقول أخ أخ الميت، ابن ابن الميت. لو توفي شخص وترك أب بو الميت وجد الميت، جد الميت ما يورثش، يمشي روح، يورث كان بو الميت فهو أقرب للميت درجة. هناك من بين القواعد اللي تحدثنا عليها هو درجة القرابة. لهنا الفصل الجديد لو طبق هذا الفصل، ولا يرث الأب والجد إلا السدس دون أن ينتظر شيئا، يعني اللي تجيني في فريضة خلى أبوه جد ورثهم الاثنين السدس باعتبار قال واو وما قالش أو. ولهنا حتى اختيار المصطلحات في القانون والحروف عندها دور وأهمية. نمشي للفصل 146 ثالثا جديد اللي بعد الفصل اللي بعد، البنت مع الابن يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي بتبيع بعد أخ أصحاب الفروض فروض. شو معناتها؟ البنت مع الابن هو ما ينظر من زاوية واحدة، الابن والبنت شبيه يرثان بالتساوي، عندنا ابن وبنت يورثوا بالتساوي. الفصل نأخذه كما هو وليس لي الحق أن نتوسع فيه. جاء هذا الفصل وتحدث عن بنت وابن، وقت اللي يكونوا عندي مالا ثلاثة بنات وزوز أولاد يتطبق عليهم الفصل هذا؟ ما يتطبقش، لأنه أخسروا الفصل اللي قبله، البنت انفردت أو تعددت. دونك الفصل اللي كنت تقرأ فيه الأول اللي فيه الغلطة متاع الأب والجد يقول البنت انفردت أو تعددت، يعني يحكي على البنت سواء كانت واحدة أو بنات. هذا الفصل لم يستعمل نفس العبارة، لم يقل البنت انفردت أو تعددت، ايش قال؟ قال البنت مع الابن يرثان بالتساوي، يعني أنا الفصل هذا ما نطبقه إلا في حالة واحدة وقت اللي يكون عندي ابن وبنت. أما وقت التعدد يولي عندي ثلاثة بنات وابن، نرجع لمجلة الأحوال الشخصية للقانون الحالي باعتباره من تحاجة بقى موجود. شوف اللخبطة اللي باش تتخلق في القانون كتطبيق. أنا لا حد اختصاصي
لا لست فقيها في الشرع، هناك تبارك الله دكاترة في هذا المجلس تحدثوا في القانون كمختص في تطبيق الفريضة. لما أطبق هذا النص وتجيني حجة وفاة خلى ولده بنته نعطيهم قد قد، خلى ثلاثة بنات ولده، نولي نرجع للذكري مثل حظ الأنثيين لأن هذا الفصل ما عادش ينطبق عليهم، يرجع النص العادي. الفصل اللي بعده، الفصل 146 رابعا جديد، يقول الأحفاد إناثا وذكورا، هضروا ما يغزلوا توا ذكر وأنثى، مهما كانت طبقتهم، مهما كانت طبقتهم، الأحفاد جات عبارة مطلقة وبعد زاد أكدت الإطلاق بمهما كانت طبقتهم. شو معناها طبقة الأحفاد؟ معناها ما عادش نحكي على ولد ولدك، نحكي على ولد ولدك وولد بنتك وولد بنت بنت بنتك وإن نزلوا، يعني أحفاد مهما كانت طبقتهم، شبيه يرثون مثل ما كان سيرجع لأصلهم المباشر. بنت بنتك تورث كيما أمها كيما بنت، كيفاش؟ قال بالتساوي بينهم، يوزع نصيب الأحفاد بينهم بالتساوي، هكذا صياغة الفصل جات. هذا الفصل فيه مخالفة واضحة للفصل 192 أحوال شخصية، اللي هو ما تنحاش، راه ما تنحى حد شيء مجال الأحوال الشخصية. احنا عندنا باش نحكي على الأحفاد الذين لا يرثون عند وجود الابن الابن الحاجب. لو توفي شخص وترك أبناء يورث كان ولاده، ولادهم ولاد ولده ما يرثوش، ما قلنا ديما الأقرب درجة، هذه قاعدة في الميراث. جاء حكم في مجلة الأحوال الشخصية متاع الوصية الواجبة. شنية الوصية الواجبة؟ هو أنه لو عندي واحد توفى وخلى أبنائه ولاده ذكور وإناث، أما عنده ولده متوفي قبله في حياته، ولده اللي توفى قبله مش على روحه لكنه خلى يتامى، عنده وليدات صغار، وقت اللي يتوفى الشخص هذايا ما يورثوه كان ولاده الحيين. ايه واولاد ولده كان يتامى، علاش؟ لا ما يورثوش. كيفاش؟ خاطر عندنا ابناء وابناء ابن احفاد يورثوا كان الابناء. طرحت المساله هذه في الستينات، كيفاش الابناء الابن الاحفاد اليتامى، مانيش نحكي الاحفاد اللي بوهم موجود يعني اللي باش يورث بعدين باش يموت بوهم او يورثوه، شنو هو ذنبهم غدوه كي يموتوا يغزلوا لاولاد عمهم يرجعوا في رزق جدهم وهما ما ورثوش، تحرموا لا لشيء الا لانه بوهم توفى قبل بوه قبل جدهم. جاء قانون التونسي واستند الى التشريع الاسلامي، دائما هناك نفس وروح اسلامي حتى في التنقيح وفي الاجتهاد في علم الميراث يعني في الجانب هذا. اجاب علماء الزيتونه وقتها الزعيم بورقيبه يسالهم علاش هذا ما يرثوش، قالوا له يلزموا يكتب وصيه لانه الدين ستانتو، مش هذا ديننا انه احفاد يتامى محرومين من رزق جدهم على خاطر بهم توفى، مش هذا ديننا احنا. فكي نرجعوا للدين يقول السيد هذا يلزموا يكتب وصيه، واحنا عندنا في القانون قاعده تدوم، يعني الوصيه تسبق على الميراث، تدوم ت تجهيز الميت، التل هي الديون خلصوا له ديونه، الوصيه الواو خلى وصيه وبعد الميراث. ما كان كتب وصيه يسمى في التشريع الاسلامي بالتنزيل، يلزمه يكتب وصيه وقت اللي ولده توفى يقول نهار اللي يموت اعطيه لاولاد ولدي باي بوهم ولا باي امهم، ينزلهم منزله بوهم ولا امهم اللي توفى في حياته. احنا في تونس انا عدت شهاد عندي 12 عام كتبت مرتين تستمو وصيه الاجانب، ما عندناش عقليه الوصيه عند التوانسه ما يعرفوهاش اصلا. تلقاه قاعد في القهوة يشيش والساق على الساق وعنده يتامى أولاد ولده في قبله ما يكتب لهمش وصية. فجاء القانون التونسي واعتبر الوصية واجبة وكأنه كتبها، فأصبحت الوصية الواجبة في الفصل 192 هو أنه لو توفي شخص وترك أبناء وعنده يتامى أحفاد أبناء ابنه متوفى بهم ولا أمهم، نعمل وإحنا عدول لشهد فريضة افتراضية على افتراض أنه بوهم حي ولا أمهم حية، ونعطيهم باي بوهم أو أمهم في حدود الثلث بأحكام الوصية وكأنها وصية اختيارية. وهذا رأوا الاجتهاد فيه نفس ديني حتى لا يحرم هؤلاء اليتامى من الميراث. لكن مجلة الأحوال الشخصية وقت اللي جاءت لهنا قالت الأحفاد الدرجة الأولى فقط، يعني أولاد ولده أكهو اللي توفى بوهم ولا توفيت أمهم. شوفوا التنقيح هذا المشروع شقال، الأحفاد مهما كانت طبقتهم، خلقنا مشكل صح وما تضارب بل كل شيء، شو اللي نحكي على ولد 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 يولي يورث كيما شكون كيما أصله، يعني شخص توفى خلى ابن وخلى ابن بنت وخلى بنت بنت بنت، حاب نعمله افتراضية هذاك باش ياخذ طفلة الطفل تاع شيخ الضايب،
الاخر باش ياخذ باي امه وبنته وبنت بنت بنت باش تاخذ باي امها وليت باي امها. ونحكيو بالتساوي يعني اثلاثا، يعني خلى ولده من صلبه وخلى بنت بنته التي ليست لها صفة الوارثة اصلا عندها وصية واجبة في حدود باي امها، وبنت بنت 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 واللي اصلا هي ما تورثش لا بالوصية الواجبة ولا ولا بحد شيء، اصبحوا ياخذوا قد قد، يعني بنت 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 تاخذ قد ولد. هكذا اقتراح هذا الفصل جاء بهذه الطريقة. نحاول ديما. ثم هذا الفصل سيقحم نوع كما تحدث به الدكتور ورثة أخرين ما تحدثش عليه من فصل 90. فصل 90 مجال التحول الشخصية جاب قائمة الورثة، لهنا باش نوليو نحكيو على بنت البنت وإن نزلت، ونحكيو على ابن البنت وإن نزلت، اللي هما ماهمش ورثة لأنه اتصلوا في الميراث بأنثى، أصبحوا بدل ما نتحدثوا على أحفاد مطلقا أصبحوا ورثة، وهو تناقض مع مجال التحول الشخصية ذاتها. باش نتحدثوا أيضا لهنا لو الفرضية اللي عطيتها بكري خلى ابن وبنت بنت وبنت بنت 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 ولو ياخذوا بالتساوي قد قد، على خاطر نعمل بالفريضة الافتراضية بتاعهم كيما الأحفاد كيما الأبناء كيف كيف، فأية عدالة في التوزيع هذه إذا كان الابن سيسوى في الميراث مع الحفيد من درجة ثالثة أو رابعة، وعن أية مساواة تبعدنا عن العدالة المنشودة نتحدث؟ وهذاك علاش قلت في الميراث لا نتحدث عن مساواة وإنما عن عدالة عن عدل. الفصل 146 سادسا جديد ديما في المشروع الجديد فيه قال للزوج أو الزوجة النصف عند انعدام الفرع الوارث والربع عند وجوده، ديما النظرة من زاوية واحدة، واحد مات خلى زوجة ولا واحدة ماتت خلت زوج. القانون الحالي في مجلة الأحوال الشخصية الزوجة ترث الثمن إذا كان لزوجها المرحوم فرع وارث أبناء أو أحفاد، والزوج لما تتوفى زوجته نشوفه هي عندها فرع وارث ولا يهمناش من شكون منه ولا من غيره، يعني وقت اللي شخص خذا امرأة وجاب منها صغار وتوفيت مرته ولا طلقها وخذا امرأة أخرى وما جابش منها صغار، الزوجة الثانية تورث الثمن ولو ما عندهاش صغار لأنه لشكون الفرع الوارث؟ للميت، وحتى الآية واضحة لهنا في النص القانوني عندنا وضوح تام في الفصول القانونية أنه الحجب النقصان للزوج أو الزوجة حسب إن وجد الفرع الوارث للميت. فنقول في الفصل الفصول الحالية اللي موجودة تقول لك الزوج يرث النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارث، ويرث الربع إذا كان للزوجة فرع وارث. بالنسبة للمرأة تورث رجلها الربع إذا ما عندوش فرع وارث ما عندوش صغار، والثمن إذا عنده صغار. لو رجلها اللي توفى ما عندوش صغار، الزوجة هذه عندها صغار من رجل آخر تورث الربع، باعتبار احنا لهنا ما يهمناش هي عندها صغار ولا، يهمنا المرحوم. نقراو الفصل الجديد تاع المشروع، نرجع للزوج او الزوجه النصف عند انعدام الفرع الوارث لشكون؟ الله اعلم، اختار انت. والربع عند وجوده، يعني لهنا حاجتي باش الزوجه تولي تورث نصف وربع، نصف والا ربع، والزوج كيف كيف ما عادش الورث وحكايه ثمن وربع للزوجه، نحبوا نسويو بيناتهم الزوج والزوج. أما ما وضحوش حتى من حيث الصياغة وجود الفرع الوارث غدوة، أنا كقاضي ولا كعدل شهاد مش نعمل حجة وفاة، أنا مش نعمل فريضة، كيفاش باش نورث؟ الفصل قال عند وجود الفرع الوارث، معناها حتى هي عندها صغار من رجل آخر، نولي نطبق على القواعد كأنه هو عنده صغار، لأنه لابد أن نوضحوا وجود الفرع الوارث لمن؟ هذا غموض أيضا في المشروع الجديد. نكملوا. والأرمل يتمتع الأرمل والأرملة قانونا بحق سكنى بمحل الزوجية الراجع للزوج المتوفى بشروط أنه ما عندوش دار وأنه عندهم صغار وإلا مدة زواج لمدة معينة من الزواج. إيش معناتها؟ معناتها شخص توفى خلى مرته وصغار، مرته زوجته وعنده صغار منها ولا من غيرها، نجد تقول مرتبوهم، معناها هي مرتبوهم هذه إلى جانب أنها تورث الربع مش الثمن. اما صغاره الورثه هذوما ما يورثوش توا في العقل الساعه، كيفاش؟ على خاطر الارمله مرتبوهم قعدت معاها اربع سنين سنوات زواج، يلزمها يكون عندها حق سكنه في محل الزوجيه في دار رجلها حتى لين تموت. الساعه تشوفوها الخلط
هذا حق عيني، حق السكنة هو من الحقوق العينية اللي يهم مجلة الحقوق العينية. فش يعمل هنا في مجلة الأحوال الشخصية؟ احنا تو قاعدين نعمله في الفصول في مجلة الأحوال الشخصية في الميراث. ما علاقة حق السكنة كحق عيني يهم الحقوق العينية مجلة أخرى في مجلة الأحوال الشخصية؟ من حيث الشكل ما عليناش. انت تجي تقول لي الزوجة مدام رجلها مات وما عندهاش دار وقعدت معها 4 سنين عرس، نخليها ساكنة غادي ايه وولاده حاجتهم بايهم في دار بوم، قولوا لهم ما تاخذوش. حق الملكية يا ناس راهو حق دستوري، نظموا الدستور والقوانين هذه اللي نعملوا فيها الأحوال الشخصية وغيره ما يسمهاش تتعارض مع الدستور، الدستور أقوى. أصبحنا بنص في مجلة الأحوال الشخصية نعارضوا في حق دستوري اللي هو حق الملكية. أنت مالك فرضا وكهو مالك صحيح دورت في بوك، أما لا ما عندكش حق تتمتع بك العقار هذاك، راهي هي تقعد تحكي وينجم يموت ولده قبلها. فبالتالي إذا كان هو مات قبلها وهي عندها حق السكنة طيلة حياتها، إيش عملنا؟ وكيفاش باش يثبت أنه هي ما عندهاش محل سكنة آخر وأنها هي ما شريتش دار أخرى؟ وهالمحاكم اللي باش نحلوهم والإثباتات اللي باش نعملوهم كيفاش باش نعملوهم؟ هناك مساس بحقوق ناس أخرين ورثة في حقوق دستورية يضمنها الدستور من جراء فصل كهذا، أنه يصبح الأرمل أو الأرملة عنده حق البقاء حق السكنة في الدار هذيك ولو توفى وخلى ورثة وتقعد مرضهم ساكنة هكذا. هذا القانون الجديد شنو يقول؟ الفصل 146 سابعا من المشروع هذا جديد، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق أو مع الجد يرثان بالتساوي. احنا في جهة الأخوة، وقت اللي واحد يموت عازب دونك ما عندوش صغار وما عندوش زوجة وبوه وامه متوفين قبل، لهنا في الميراث شادين الصف اخواته يتقدموا اخواته، لانه لو كان بوه موجود يورث بوه، كان عنده اولاد اولاده يورثوا، ما عندوش اولاد وما عندوش بوه يولي اخواته. الاخوه هذوما في الميراث يبدا معاهم جد الميت، جد الميت يورث في الحاله هذه طالما ما عندوش بوه حي. لكن كيفاش يورث؟ يورث كاينه اخو معاهم، يعني نحسبه كاينه اخو. لكن الجد احنا عدو الجد نخدموا له كونتابيليتي، نعملوا له حسبه صغيره. وقت اللي الجد يكون مع اخوه يختار اما ياخذ يحسب معاهم كاينه اخوه كيف او ياخذ الثلث. يعني اذا كان يقسم مع الاخوه على قاعده الذكر مثل حظ الانثيين نعطيوه بايض، اذا كان طلع الثلث نتاعو خير يقول لك لا اعطيني الثلث قص يجي فوق السطح، يقول لك برا انتم تفاهموا اقسموا بيناتكم. كيفاش؟ شخص توفى ما عندوش قلنا لا بو لا ام لا صغار، خلى شقيق وجد، عنده خوه وجد، الجد يخدم مخه كي نقسم معاه، هو عبارة خوه كيف مش ياخد اشترى التركة خير له متلف يقول لك نقسم معاه. خلى ولد، خلى شقيقة وشقيق وجد ياخد 2/5 للذاكري مثل حظ الأنثيين، يقول لك خير لي ناخد 50 خير لي متلف. أما خلى 5 أشقاء وشقيقة وجد يعمل حسبته لهنا يقول لك كان باش يكتب لي لان ياخذ الثلث نتاعك. فهمتوا الجد كيفاش يولد في مجال الاحوال الشخصيه الحالي والمستقبلي ما تنحاش. اما كي جاء الفصل هذا قال الشقيقه مع الشقيق او الجد يرثان بالتساوي، ما هو يغزر من زاويه واحده عشان ذكر وانثى، ايش معناته؟ يعني واحد مات خلى شقيقه وجد قال لك بالتساوي انصاف، ما عندناش مشكل لهنا. خلى شقيق وشقيق وجد بالتساوي اثلاث، خلى شقيقه وشقيق وشقيق وجد قال لك بالتساوي، الجد لهنا باش ياخذ ربع على خاطر ديما بالتساوي، كي الشقيق كي الجد كي الشقيق. الفصل اش يحكي؟ الشقيقه مع الشقيق او الجد، واضح؟ اما لو كان ما عندي شقيقه عندي شقيق وشقيق وشقيق وجد، شو نطبق؟ ما نطبقش الفصل هذا، خاطر الفصل هذايا ظاهر يحكي على حالة شقيقة، أما شو نطبق؟ نطبق مجلة الأحوال الشخصية القانون الحالي اللي ما تمسش، ياخذ الثلث، وكي يبدا معاه 4 شقيقات تنافي، لا يولي ياخذ 5، أقسم بالتساوي بيناتي، معناه الجد يولي يتمنى يا ربي ما عندوش ذكورة أخوة، إن شاء الله يكون ما عندوش ينافي أخوة، معناه شوف التململ في حالات الجد باش يولي يورث بالتساوي. إذا كان وش شقيقة برك أنثى برك تردوا بالتساوي، إذا كان ما فماش شقيقة الأنثى يولي يرجع ياخذ الثلث إذا كان له أفضل له. شوفوا اللخبطة في القوانين وكيفاش ما عادش تتكامل مع بعضها القوانين. ف
يعني شوفوا كيفاش نفصل هذايا. حبيت نبسط الضياع خاطر سبتم في حد ذاتكم هذا اليوم باث. انت بتقبل لما غدوة انت باش تكون باث للمعلومة، لازم تكون فاهمها وشاربها باش تنجم تبسطها للناس. وقعد تجاوزت حتى المداخلة شوية وسمونا في الوقت، لكن لازم تبسطوا باش تفهموا المشاكل التطبيقية في هذا المشروع للقانون. كيف الفصل لما يتحدث عن أخ لأب وأخت لأب مع الجدة، حتى نفس الأحكام، يا إما شقيق ولا أخ لأب. شقيق الأخت لأب لهنا، الأخت لأب والأخ لأب يولي يرثوا بالتساوي، وإذا كان معهم جد يولي يدخل معهم بالتساوي. أما إذا كان في باش أخت لأب أنثى كلهم إخوة لأب، يولي الجد يطبق عليه القانون الحالي. نفس الشيء هذا يا مشكل. إذا نشوفوا أنه هكذا يكون يعني قانون المساواة، اسمه حق قانون المساواة، الهادف إلى التسوية بين الجنسين من الورثة، هو أصبح يمس من صنف آخر اللي هو الجد من درجة أخرى ومن صنف آخر، ما فكروش فيه لأن ما يعرفوش أحوال الجد كيفاش يورث. أيضا مسينا لهنا أنه الأقرب يحجب الأبعد والأقوى يحجب الأضعف. المثال اللي أعطاه الدكتور الياس دردور، لما يكون عندي شقيقات وإخوة لأب، ولا شقيقة وإخوة لأب، علاش نصعب مثلا؟ عندي شقيقة، واحد مات خلى أخته شقيقة، وخلى 10 أخوة من البو، دومي فرير بالنسبة لي، هي شقيقة، ربي يعطاها النصف، والقانون التونسي الحالي تبقى للشرع الإسلامي يعطاها النصف فرضا، دونك نقسم التاريخ أنا كعدل شهر، ترك شقيقة وعشرة إخوة لأب، نعطي النصف للشقيقة، والنصف متاع التاريخ نقسمه على كل 10 أخوات بوكوك، ده؟ طول، لما الشقيقة والأخ لأب أو الجد والأشقاء ولو بالتساوي ذكورة وأنوثة، أصبحت الشقيقة والإخوة لأب يورثوا بالتساوي، فتصبح الشقيقة لو معها 10 إخوة لأب تاخذ 1/11، ما عادش تاخذ النصف. فأنت جيت باش تعطي سواديزون على أساس القانون هذا لحماية المرأة وكأنها هي مظلومة بالنظام الحالي، ألور هو زاد ظلمها أكثر وأكثرين باعتبار هي ما كانتش مظلومة في الحالة اللي هي تورث غير من رجل، وأصبح جميعهم في درجة واحدة كما شقيقة. يعني درجة القرابة وقوة القرابة، درجة القرابة شكون أقرب وقوة القرابة، حتى في الإخوة نفس الدرجة، لكن قوة القرابة ذاك أخوه شقيق ولا أخوه من البو، دونك ماهوش نفس ولا أخوه من البو، ماهوش نفس القوة نتاع القرابة. هذا بطبيعة إلى جانب مخالفة النصوص القرآنية كما ذكري أشار الدكتور الياس دردور، لأنه إحنا تظهر لنا أنه بالذكر مثل حظ الأنثيين يوصيكم الله في أولادكم، هذيك تم المساس بها، لكن أصبحت الأب والأم يورثوا كيف كيف، ما عادش كما في جات في الآيات القرآنية وفي النصوص القانونية الحالية كيف كيف. إذا كان المرأة ما عندهاش صغار ما عادش تورث ثمنا، تحدثت فيهم بكري كل، دونك جميع الآيات تقريبا تم المساس بها في التوريث. فما نمشيو للفصل الثاني، حتى القانون هذا فيه الفصول هذه اللي كنت نحكي فيها ومشاكلها القانونية. الفصل الثاني بكل عجالة شي يقول تنطبق أحكام الفصول هذه 146 مكرر حتى 146 سابعا ما لم يصرح. جاب لهنا استثناء، قال المبدأ هي الفصول الجديدة اللي كنت نتحدث فيها بما فيها بحشيشة بريشة، لكن الاستثناء شنو؟ إذا أنت تحب تطبق فرض الشرعي الحالي اللي موجود في مجال الأحوال الشخصية، تنجم تمشي في قائم حياتك تكتب تصريح، قال الفصل يمكن للمورث في قائم حياته أنه يعمل تصريح لدى عدد الإشهاد، يقول نحب نهارة للموت ما نتعذبش في قبري يا أخويا، ورث بالطريقة المجال الأحوال الشخصية الحالية اللي هي الشرع الإسلامي. أولاً نستعمل حيث المصطلحات، من الغرابة أني نستعمل مصطلح المورث في قائم حياته، ما يذبوش على بعضها من كلمتين، راهو مورث، انتوما افقه مني في اللغه العربيه، من ورث يورث، في التركه نحكيو على مورث ووارث وموروث، فالمورث هو من توفي والهالك من توفي وترك، قال لك المورث المرحوم في قائم حياته يجيني البيروية كعبد الشاهد يعمل تصريح، حتى المصطلحات لغويا لا يستقيم، لا نتحدث عن مورث في قائم حياته، اخطاء تضحك علينا الناس برا واحنا تونس. قوانين مجال الأحوال الشخصية راهي مرآة في العالم، يعني احنا رجال القانون نفتخروا بمجال الأحوال الشخصية، مش نخليوا الناس يضحكوا علينا حتى في الصياغة فقط. شبيه يوم في قائم حياته شبيه يقسم تركته، حتى زاد كلمة تركته راهو ترك متروك، تركة يعني موروث بعد الوفاة، ما نحكيوش هذا، نقولوا احنا من أراد، نقولوا صاحب المال، ونقولوا في ماله، ما نقولوش في تركته، ما يستقيمش أنا نتحدث على تركة في قائم حياة الشخص.
وجانوا يعمل تصريح عند عد الإشهاد. احنا الحدوة قالوا المنظم يعودوا للإشهاد عد لي إشهاد عد الوجليسو لأنه عد البر كيفاش نعمل احنا بعد ولي نخدم بلاجليس وإلا نولي كيفاش نعمل الصياغة هذا قانون زادة قانون أساسي. طبعا لهذا التحديد سنجد أنفسنا إزاء ثلاثة أنظمة من الميراث. لجنة تقرير اللجنة اللي اقترحت ايش قالت في البداية؟ قالت قانون الميراث في تونس قانون معقد وقانون صعب. وجات هي من المنطلق هذا باش تسهل الحكاية. باش تسهلها. خاطر أنا استدعيته في سفاكس لهنا بحذاكم في قصر البلدية منذ شهر ونيف ظهر لي من طرف بعض الجمعيات في المجتمع المدني استدعاه الأستاذ بشرى بن حاج حميدة واستدعاه الأستاذ الصحفي كريشان زياد كريشان ودعيت لتقديم مداخلة على أساس التاز والانتتاز ووقع قمعي حتى في تقديمها ما خلاوليش راحتي كما أنا باش نفسر المشاكل القانونية. وقتها اكتشفت أنها غير مطلعة سيد رئيسة اللجنة على قانون الميراث باعتبار طرحت المشاكل هذه الكل وانتظرت ردود وأنا باش تاخذ دي نوت وتجاوب لا ما نجمتش تجاوب قالت لي هذيك الصياغة أولية سيقع إعادة مراجعتها وهو تعاودت مراجعتها وتبعث المجلس النواب ولقينا نفس الأخطاء بقات موجودة. ثم سي زياد كريشان جاوبني قال لي شبيك تعقد فيها يا أستاذ شبيك غير معقد برشا وصعيبة سهل كل أنثى حسبها أذكر هذي يا بوش حسبها بشير قال لي هكا. دونك أنا جاتني زوجة نقول زوج جاني أخ أخت نقول أخ بنت نقول ابن قلت له ما في الحالة دي الوجه الجدة لأم شبيها قلت له ما عادش نورثها قال لي علاش قلت له مش نحسبها جد لأم والجد لأم ليس وارث قال لي احسبها جد لأب هكذا أصبح يعني ناس تستهتر بعلم كامل علم شرعي علم الميراث بل ما يكون قانون هو علم كعلم الرياضيات والفيزياء وغيره. لهنا باش نشوفوا كيفاش يعني المشاكل اللي باش تطرح لهنا قالت لك معقد النظام هو سيدي باش نخرجوا من التعقيد باش يولي عندنا سيدي باش يوليوا عندنا ثلاثة أنظمة في الدولية كيفاش لو لا قدر الله لا قدر الله مجلس النواب صادق على هذا المشروع الله لا يقدر وتعدل مش باش يولي عندنا ساعة قوانين في تونس ما عندهاش أثر رجعي والمشروع ميدو يقول ينطبق على الوفيات الحاصلة بعد ستة شهور من تاريخ صدوره في الرائد الرسمي. لو كان لا قدر الله مجلس النواب صادق على القانون هذا وتعدل مجلس الرائد الرسمي وتنشر الا يتوفاه بعد ستة شهور من تاريخ صدوره باش نطبقوا على ام المشروع الجديد قانون جديد اي واللي متوفين قبل والناس اللي متوفي قبل وما زالوا ما قسموش التركة لا هذوكم ما يشملهمش القانون الجديد يبقاو للقانون الحالي. انا باش نولي نشوف كعبد الشهيد سعد جيني الحج وقتاش توفى سعد كان توفى قبل القانون الجديد نطبق عليه النظام الحالي كان توفى بعد القانون الجديد بستة شهور من رأي صدور فريد رسمي نطبق القانون الثاني هذو ما زوز حاجات بعد استنى خلى تصريح ولا ما خلاش كان خلى تصريح عند عدد الإشهاد في قائم حياته المورد في المرحوم وقال نحب الفرق نطبق عليه قواعد الحالية كان ما خلاش تصريح حاجتي فما حوايج يطبق عليها القانون الجديد كيما جد وشقيقة وفما حاجات يطبق القانون القديم كيما شقيق وجد اللي كنت نعطيكم فيه يعني مش يولي عندي ثلاثة أنظمة للتوريث. هناك بعد هذا التعقيد تعقيدة بموجب هذا المشروع أيضا باش نلقاو السادة ضباط الحالة المدنية باش يلقاو أنفسهم مطالبين بإدراج التصاريح لأنه عاد الشيء بشكل التصريح غدوة باش يجيني المورث المرحوم للبيرو يقول لي أستاذ اكتب لي تصريح راني نحب نعمل في قائم حياتي تطبيق مجلة الأحوال الشخصية الحالية وليس القانون الجديد. قول والله يبارك نكتب له التصريح اجزمني أنا كعاد الشهاد نبعث هذا التصريح لضابط الحالة المدنية وين أنا موجود أنا بيروية في حمام سوسة نبعث في بلدية حمام سوسة بلدية حمام سوسة يلزمها تبعث في أجل معين إلى مكان ولادته أنا جاني أنا من قصري من جابس من بنزرت من صفاقس تبعث بلدية البلدية أخرى باش يعمل سيد ضابط الحالة المدنية ينصص في السيستام تاع الإعلامية تاع الحالة المدنية في الطرة كونه راهو هذا يعمل تصريح باش يطبقوا فرض الشرع نهار اللي يموت بعد عمر طويل يجيو الورثة باش يخرجوا له مضمون وفاة يخرج من لوطة التنصيص كونه ترك تصريح ولا ما تركش كيما الزواج احنا اليوم عضو الإشهاد نتبوا في عقود الزواج ونبحثوا في الإعلام للحالة المدنية ويقعد عام وعامين يخرج مضمون ويلقى لا شيء أعزب عندنا حاجتي إما السيستام تاع الحالة المدنية
صعيب علي غارق من الجمش يعني فرنسيسات فما ساعات تصير خاطر هي شنية تكوشيها في السيستير يخرجوا لك الملحوظات في الطابلو من اللوطة في المضمون ساعات تنسى ما تكوشيهاش ما يخرجوا لكش عن جنبي الخطأ وإلا احنا في تونس راهو الحال المدنية متاعنا وإن نظمت بالكدا برابور غيرنا لكن عنده شكون فما عنده شكون صوص نظام انت كي تقرا في مضمونك من قام بالاعلام تلقى والده ولا تلقى المستشفى ولا عمدة المكان نجم السيدة اللي تولد بوه مشى ديكلاراه في بلدية والسبيطار بعثوا ديكلاراه في بلدية اخرى يخرجوا له صوص نظام ريتوها كان مشى على الشاب اللي قال له انا معرس وعاودت عرست ولا قالوا كيفاش العدد اللي انت في زواج عرفي وممنوع وغير هو لا تحرينا في الموضوع لقاو السيد عنده صوص مضامين ولادة بصوص ارقام واحد مرسم في بلدية وغير في بلدية لو كان التصريح لا يمشي البلدية لا يعني رسم مكزوز رسو ونهار اللي توفى بالواحد خرج له الرسم الثاني مثلا وعندنا توا شكون معرس ويخرج غير معرس عندنا شكون جاء خرج مضمون روحه متوفي وعندنا شكون اعصب يبقى مضمون ومعرس جاتني خايفه فريقتي ولا لا نعرفه مانيش معرس وعندي شكون جاي يكتب في صداقه والجنس نلقاه انثى هو اسمه محمد صالح بحذا يا راجل والجنس انثى يكتب في سجلات الحاله المدنيه بتاعنا بريقله هنا توا السيد في قائم حياته وانت تخرج مضمون بتلقى فما غلطه تمشي تعمل مطلب اصلاح والمرحوم مش تمشي عمل له مطلب اصلاح المرحوم توفى خرجوا له مضمون وفاه ما لقيناش التصريح وهو عمل التصريح حتى حطنا في باله باه فما شكون في باله من الورثه اما بنته في بالها اللي ساعدهاش باش تكلاي طفي الضوء خليك وبعد ما تقسمت التركه بالقانون الجديد على خاطر المضمون خرج نظيف مرت لولي تنظف مرت ولده وتعمل في تخميلة للدار تلقى التصريح خبي تعايز الرجلتي ها بوكم وصي باش تاخذ انت باين وقتك باي برا مش يعمل قضية وقتها وحل مشاكل في المحكمة والنزاعات والقضايا اللي باش تتحل هنا بين العائلة يلزم مع المشروع هذا يلزمنا نشطوا 10 محاكم مقيم في تونس ويلزمنا انتداب قضاة جدد لأنه مشاكل ما أنزل بها الله من سلطان مثال صغير نحب نعطيه باللخب لو شخص توفي إن شاء الله طولت سمحونا لو شخص توفي وترك ابن وبنت وبنت زوز بنات وليد الفرض الشرعي توا نورثوا على 4 تركة باين للوليد وباين كل بنية بالقانون الجديد مش يورثوا بثلاثة قد قد واحدة مكسوس بنات قالت لا يا أخوي أنا نعرف ربي ومدينة وما ناخذش مال حرام اعتبرته هكا هي وقالت لك باي خوي هذاك أنا ناخذ شطر باي راجل الفريده كيفاش باش نخدمها انا سيادتي عاد مشات باش نعتبر واختها الاخرى عاد تقول لراجلها قال لها لا خذ قد قد ما هو يلزم يحسن علاقته مع راجل اخته السيد باش خاطر اذا كان هي حتى راجلها ما غادي قال تبات في دار بوك كان تمشي ما تاخذش قد قد انت وخوك نزاعات في العائله باش نفترضوها بعد في الحاله هذه ايش باش يصير؟ باش نعمل فريده على 5 بيض هاك الطفله اللي باش تاخذ قد خوها نحسبها فكر والطفله اللي تحب تاخذ باش تشطر نحسبها انثى باش نقول عندي ابن البنت اللي باش تاخذ قد قد نعتبرها ابن وذيك البنت باش تاخذ باي شلون نقسم على 5 باين للطفل وباين للطفله اللي تحب الطفل وباي للطفله اللي تحب تاخذ نصف ذكر قداش خذات خمس قالوا الفرض الشرعي كما قال ربي هو الربع هاو نقصناها عاقبناها علاش على خاطر اختارت مبدا دستوري حريه المعتقد انا ولينا نعاقبوا في ناس لان اختارت هي دينها وهي حره في هذا وقالت ما ناخذش اكثر من باي عاقبتها كانت باش تاخذ ربع ولا تاخذ نص شوفوا المشاكل التطبيقيه اللي باش تصير لنا في القوانين قلت اذا المشاكل هذه الكبيره اللي باش نلقاوها لانه هذا القانون جاء بايادي مرتعشه كما قال الدكتور نحب نسهل في الختام انه احكام المواريث ومنذ الخمسينات تعرفوا استقرارا كاملا ولم تطرح اشكالا ولا نزاعا لانه نزاعاتي نزاعات القسمه مش نزاعات الارث ما جاتنيش حتى مره امراه قالت شكون عطيتني ثمن ولا شكون عطيتني ربع ولا البنت فالنزاعات الموجوده هي متاع قضايا القسمه واللي عندنا حلول لها كما قال الدكتور فلماذا اذا كل هذه الضجه ولماذا هذا الاصرار على تنقيح قانون الميراث في تونس وتنقيح مجله الاحوال الشخصيه الإجابة تأتينا من البرلمان الأوروبي صلبة وثيقة صدرت على البرلمان الأوروبي في 14 سبتمبر 2016 هذه الوثيقة فيها 70 نقطة جاءت في شكل دعوات وتوصيات بعنوان علاقات الاتحاد الأوروبي بتونس في السياق الإقليمي الراهن حيث دعا الاتحاد الأوروبي تونس إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية وخصوصاً
مراجعة زواج التونسية المسلمة بأجنبي غير مسلم، مهدنا لها هذه قبل إن شاء الله تجي فرصة نحكي فيها، ومسألة الميراث. هكذا صراحة جاءت في التوصية عدد 14 في النقطة عدد 14 في إطار تعزيز المساواة بين الجنسين. فالمشروع أي كيف هذا السؤال آخر مطروح، سمحونا إذا كان بنت تحب الشرع وبنت تحب القانون وعنا جد أهلا هنا مشكلة أخرى، كيفاش باش نورفه في الحالة هذية؟ هو صاحب فرض في الحالة هذية باش ياخذ السدس نتاعو، خاطر باش يوليو هما يورفوا بالتعصيب، لكن وحدة لا تقول لك لا ما نورثش بالتعصيب، والأخرى باش تولي عاصبة، دونك باش تولي عندنا مشكل كبير في برشا إشكاليات. حاولت نختصر يعني معدية الأسئلة اللي باش تطرح لنا كيما هكا. في النقطة 14 قلنا من البرلمان الأوروبي وصاو تونس باش يسويو في الميراث وباش يلقحوا مجال الحوادث الشخصية وباش يسيب زواج المسلمة بغير المسلم من غير تراخيص. فالمشروع برمته وإن كان بأيادي وعقول تونسية نحترمها، لكنه لم يكن مطلبا وطنيا ولا هما للشعب التونسي ولا مشغلا من مشاغله، بل كان مطلبا لأوروبا ومشغلا من مشاغلها. إننا بهذا المشروع لا نبحث عن حلول للمشاكل بقدر ما نبحث عن مشاكل للحلول. وما أحوج بلادنا اليوم لتتجاوز مثل هذه المقترحات الخلافية ولنضع اليد في اليد للبحث عن مشاريع ومقترحات وطنية لتحقيق العدل والمساواة بين أبناء الوطن الواحد من أجل رقي وحداثة هذا الوطن دون ضرب الهوية فيه. أجدد شكري لكم جميعا، أعتذر إن أطلت وإن قصرت، مع تجديد شكري لهيئة تنظيم هذا الملتقى جمعية الخطابة، وشكرا على حفاوة الاستقبال والتقديم. وسأترك الورقة التي لخصت فيها جانبا ولكن ملخصا، لأن الأستاذ أفاض واستفاض. صحيح ذا ضعف الوقت، هو يعرف كيفاش يقسم، أنا ما عادش نعرف. بارك الله فيكم دكتورينا أستاذينا الفاضلين، بارك الله في الحضور في البرنامج. أنا مش نخليه مجال للنقاش، مش نحاول نقصر قدر الإمكان من النقاش لأنه عندنا التزامات في الوقت خاصة مع القاعة. من بعد عندنا بيان ختامي إن شاء الله باش نبدوها عليكم. بالنسبة للنقاش قلت ماذا بينا في أقصر أو أوجز الأوقات، ماذا بينا كذا من الناس ما أكثرش. بصراحة نقولها المجال مش مجال خلاف، كلنا متفقين فيه. إذا فما إضافة، إذا كان الأستاذة سلافة عندها تدخل للسعودية هي سلافة. نبداو بالأخت سلاف بعد ما نشوف سيدي محمد، وتعذرونا راهو ما نجموش نسويه، نوصي بالإجازة الإجازة الإجازة. شكرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية نحب نتوجه بتحية لجمعية الخطابة والعلوم الشرعية على إتاحة هذه الفرصة، ونحب نحيي سيدين متدخلين سواء في علاقة بالجانب الشرعي ولا بالجانب القانوني لهذا الموضوع. ونحب نطرح سؤال ونقول لو أنه اللجنة هذه ما قدمتش تقرير وما أحالتش المشروع لمجلس نواب الشعب، هل كنا نجتمع اليوم؟ بالحق نقول السؤال بكل مرارة، لأنه يعني المؤسسة العلمية الشرعية وحتى القانونية في بلادنا ولا تتحرك من منطلق رد الفعل، ونحن نحبوها تبادر. عديد القضايا والإشكاليات موجودة في بلادنا، ونحن نأمل أن المؤسسة، ما نقولش خطر في بلادنا في الإسلام ما عندناش رجال دين، عندنا علماء ونفتخر بهم ونعتزوا. وطرح موضوع الدولة الدينية والدولة المدنية هو طرح مغلوط، لأن الدولة الإسلامية من أول نشأتها كانت دولة دينية، وهذه موضوع دولة مدنية. وموضوع رجال الدين هذا مصطلح كنسي لا علاقة للإسلام بهذا الأمر. وبالتالي يعني نقول حتى النبي صلى الله عليه وسلم وقت مشى ليضرب سماها المدنية، والدستور كان دستور المدينة. وبالتالي الناس اللي تحب تجرنا المربع الدولة الدينية والمربع والدولة المدنية، احنا نقول لهم راهي الدولة في الإسلام هي دولة دينية، وهي التي أسس مدنية. الدولة في الإسلام هي دولة مدنية، وقول دولة مدنية،
وهذا المفهوم يعني متأصل منذ يعني دولة المدينة التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أتذكر في زيارتي لروسيا في 2017 كان مؤتمر برلماني عالمي، وفي الجلسة الافتتاحية تم يعني دعوة بابا يعني الكاتدرائية الروسية، وحكى يعني في جلسة افتتاحية للبرلمان الدولي 186 دولة من كل دول العالم، وافتتح هذا الاجتماع العالمي وحكى على مجلس روسيا متعدد الأديان، وحكى أنه هذا المجلس يهتم بالشؤون العامة، وأنه قدم مبادرة تشريعية حول تجريم الميسر والقمار، وتبنى البرلمان الروسي هذه المبادرة التشريعية وصارت قانوناً يطبق في هذه البلاد. وهنا أدعو يعني السادة علماء الزيتونة وعلماءنا الأجلاء بالتنسيق مع السادة القانونيين الشرفاء أن نكونوا نبادروا أن نقدموا مقترحات ومبادرات تشريعية. لما كي نشوفوا بلادنا نشوفوا مشاكل الفقر ومشاكل التفاوت الطبقي والتفكك الأسري وعديد المشاكل اللي تتطلب، واليوم ولا المواطن التونسي يستسهل الذهاب الى القضاء. هيك المؤسسه نتاع الصلح وهذيك الحكماء القوم والكل ما عادش موجوده، ونحن اقترحنا على السيد وزير العدل انه يحدث مثل هذه المؤسسات الصلحيه مش في اي نزاع. للاسف التقرير اللي انبثق عنه هذا مشروع القانون هو يعني يجعل معني الاسره تتجه مباشره الى القضاء، وكل مشكلة النزاع يصل إلى القضاء، وهذا ما لا نريده. فقط معناها باش نختم وما نطولش، اليوم المستهدف من مشروع القانون هو الأسرة، ونعرفوا أنه ما بقي من حصن لهذه الأمة هو في تلك الأسرة وفي تلك النواة اللي هي أساس استقرار المجتمع. وبالتالي سواء كان تقرير الاتحاد الأوروبي أو غيره من التقارير، اليوم استهداف المجتمع العربي المسلم في نواته القوية اللي هي الأسرة. وهناك يعني مؤتمر عقد في الأردن وكان فيه علماء مسلمين وعلماء مسيحيين، وكانوا معني دعوا إلى إحداث ميثاق عالمي للأسرة، وحتى يعني العلماء يعني المسيحيين كانوا منشغلين على وضعية الأسرة. واليوم في الغرب قاعدين يرجعوا من أجل تعزيز تماسك الأسرة. موضوع العدل اليوم في القانون السويسري في الأداءات وفي الضرائب ما عادش يعتمد على المساواة ولا يعتمد على العدل. معناها المواطن السويسري يؤدي الأداءات والضرائب عن نفسه، وفما نسبة زيادة عن الناس اللي ما تقدرش تؤدي الضرائب. اليوم العالم متجه نحو العدل وليس نحو هذه المساواة الصماء اللي هي مش في المسائل الكل تكون معني فقط. يعني أدعو يعني السادة العلماء والسادة الضيوف الأجلاء أن ننتشروا، أن نخرجوا من الأماكن المغلقة، وأن نمشوا للناس إلى حيث تواجدهم في المقاهي وفي دور إصلاح الأحداث وفي السجون التونسية اللي هي مليئة بناس ربما تكون غلطت ولكنها تنتظر شكون ينتشلها وياخذ بيدها. أنا نتذكر في الحملة الانتخابية متاع 2014 زرت منطقة ريفية مش بعيدة برشا على وسط صفاقس، ما عندهمش إمام جمعة، عندهم معلم متقاعد يمشي 10 كيلومتر على الموبيلات، وقال لي يا مدام أنا راني تعبت وماذا بيا تكلموا شؤون الدينية خلي يعينونا إمام خطيب. وبالتالي نحن بحاجة إلى التغلغل في أعماق الريف، وباش نمشيو للناس وين هما موجودين، وباش نرتقيو بالوعي الديني، وباش معناها نقدموا معناها فما تعطش لسماع مثل هذا الخطاب. اليوم ثم اعتداء على المرأة، وثم معناها سلب حقها في الميراث الشرعي اللي عطاهولها ربي، وثم كذلك يعني استقالة بعض الآباء عن دورهم في الأسرة. اليوم عديد الأمهات والنساء يتشكيوا من راجل ينركل في القهوة ويفهم القوامة على أنها إنفاق وليست يعني دوره في رعاية الأسرة وفي التربية وفي كذا. أرجو أن هذا التدقيق يمشي للأماكن هذه. نحن إن شاء الله في مجلس نواب الشعب كما أسسنا في الدستور على الدولة العربية المسلمة وعلى الفصل الأول من الدستور، وعلى كذلك يعني أنه تؤول أحكام الدستور ويؤول بعضها بعضا كوحدة منسجمة، مش تقتطع فصل وتؤوله كما تحب وتبني عليه نصوص قانونية. كما اجتهدنا في المرحلة التأسيسية أن مررنا قوانين من قبيل التأمين التكافلي وصناديق الاستثمار الإسلامية وغيرها، سنجتهد إن شاء الله أن نكون في مستوى انتظارات أبناء شعبنا، وإن شاء الله سيكون لنا قولنا الفصل في مشروع هذا القانون، وإن شاء الله ما نخيبوش ظنكم ونكونوا في مستوى هذه الثقة وهذه المسؤولية وهذه الأمانة. مع الشكر. الكلمة بسرعة.
الأستاذ والسي سلاح الدين الجوشي في إطار مركز دراسة الإسلام والديمقراطية في نزل لايك وبالحمامات وموجودة آنذاك. حبيت نقول بعض الأشياء إن شاء الله بصفة برقية. الفرق بين الحكم الشرعي والحكمة من التشريع، برشا الناس يقول لك لا إذي أنت تعتقد بها أنت كإسلامي وكمسلم، ولكن لا، أنا نشد في النقطة هذه، لأنه جداتنا وقت اللي كانوا يقوموا بالالتزام بالعدة والفرق ما بين العدة عند المطلقة وعند المتوفى عنها زوجها، ما كانوش يعرفوا هذه حكاية البصمة اللي توكاية أنا نتحط عليها. لذلك نحن نطبق شرع الله كما نزل، والله أعلم بخلقتنا وبأمورنا وبعلاقاتنا فيما بيننا. هذه نقطة. النقطة الثانية، أقول له خياني بكل لطف، لماذا تجد مثل هذه المبادرات الدخيلة على المجتمع التونسي صداها عند البعض خاصة من النساء؟ خلينا نحكي واقع، مش ما نبداوش نتكلموا فوق هذا شرع ربي هذا شرع ربي، متفهمين هو شرع ربي، ولكن احنا نلاحظوا خاصة في علاقة مباشرة من مع النساء، وانا امرأة واقوم بالتدريس للنساء، برشا الناس تقول لي والله ماذا بي انا لو كان يعمل المساواة، وتلقاها بنت مدرسة القرآن ومحجبة ومن رائدات يعني حفظ القرآن بها الله يبارك. فشنو اللي واقع؟ اللي واقع هو عقلية المجتمع الذكوري التي ترمي بظلالها على مجتمعنا التونسي. المرأة ما تنجمش تطالب بحقها في الميراث، وخاصة في المناطق الريفية، فاللي طالب معناها بحقها يعني سامحوني تاكل الأحجار مش متاعها. ثم أكثر من ذلك، العائلة اللي يهديها ربي ويبداو الناس يعرفوا ربي وقسموا بشرع الله، تلقى انتقادات حتى من الأقارب. هذه صارت في عائلتي، كيفاش انتوما ولد واحد واربع بنات وما تحشموش على واحدكم تتبعوا في خوكم، يا اخي انتوما اربعه ده. يعني سبحان الله العظيم، ما فما حتى اشكال ما بينه وما بين خونا، هو اللي قسم لنا بشرع الله، الام خذت الثمن وهو خذ النصيبين وحنا العوان، ولكن اللي شفنا من العمام ومن الخالات لا والله ما عملتوش مليح مع خوكم ما يجيش منه. فهذه المسائل هذه يعني تدفع النساء لانهم شنو يقولوا تو نساء في مستواها التثقيفي الشرعي البسيط، يقول لك ما يسالش خليها تتعدى ما تقولوا شي حاجه. فانا هنا علاش نثير النقطه هذه، اطلب بكل لطف من الساده الائمه الخطباء ومن الوعاظ وانا واحده منكم، ان نثيروا مثل هالمسائل هذه. مساله القوامه ما معناها؟ هل هي كما حب ربي سبحانه وتعالى الحمايه والرعايه والنفقه والشورى، ام هل اني هي ما بين قفيس السيد؟ فهذه كلها مسائل احنا ما نطرقولهاش، ولكن للاسف تخلي الجهل بهذه الامور تخلي الناس معناها تتفاعل ايجابا مع مثل هذه المبادرات. كذلك ثم مساله اخرى ماذا بيا الساده الائمه الخطباء يطرقولها، هو انه الابناء الذكور اللي هما مسؤوليتهم واضحه في شرع ربي سبحانه وتعالى من انهم هما يكفلوا ام
أمهم في النفقة بعد وفاة الوالد نتاعها، للأسف هذه الآن ما هيش موجودة. فالنفقة على من تجب النفقة في شرعنا؟ نجيب على الأب وإن علا، وعلى الابن وإن سفولا. هكا ولا هذا هو اللي قرأه هنا في كلية شريعة. فهو يقول لك ما يصرفش على أمه. فالزوجات الآن تقول لك يا أخويا ناخذ مليح خاطر الأولاد ما عادش تعمل عليهم. هل خلل هذايا؟ هل قلة الوضوح وقلة الالتزام بشرع الله تخلي النساء كذلك يشدوا في أن معناها ياخذوا نصيب أكثر من نصيبهم؟ بارك الله فيكم. ما نزيدش نطول كلام على الوصية الواجبة معناها بهذا المنطق. أنا مش نكلمك في منطق ما يقول الآخرين. يقول لك الوصية الواجبة هي ما هي الشرعية، وهي قول ضعيف عند غالي الإسماعيلية إذا كان ما خلقيش ذاكرتي. عن شكون يا شيخ؟ عند الأحناف. فيقول هو شكون قالك اللي انتي الجد يحب يوصي لأولاده؟ فهذا قول ضعيف استندت عليه باش مكنتوا الأحفاد من أنهم ياخذوا في حق جدهم، رغم اللي ثم انقطاع ثم وفاة الأب في الوضعية هذية. يقول لك بمثل هذا المنطق الدنيا توت واحد وكذا، وياخذوها ركيزة في أنهم يعدلوا ما بين ظفري معناها. أسمحكم أني مش نخلي الكلمة الأخيرة للسيخات، سمحوني الأعضاء بلديق الوقت مش نعطي الكلمة للأستاذين، كان عندهم يعرف مزيدة بإيجاز ونقرأوا البيان سعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ من السؤال الأخير للأستاذ كمال الله يبارك فيه. يعني لماذا هذا الإصرار على إقحام بعض المواضيع الخارجة عن نطاق؟ ذكر هو يعني التزامات الإملاءات الأوروبية، هذا صحيح، لكن قبل الالتزامات قبل الإملاءات هناك يعني كبر البشر، وهذا لازم ننتبهوا له. الكبر الذي يخلي الإنسان يعني يحط على مخالفة الشرع. نقرأ في سورة النساء يعني السورة المحورية في الموضوع الآية 63: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابت مصيبة ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. للأسف احنا في حالات الإسلامية أهملنا موضوع الخطاء، ما اهتمناش بالخطاء القول البليغ. دعوة يعني مش نهتموا بالشأن هذا. في نفس المضمار سورة النساء هي خطاب بليغ، يعني رب سبحانه يأمر بالخطاب وهو يأتي بخطاب. وهذا ما فهمنا من ناتج عن جهل. القرآن علاج، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سورة النساء شفاء لمعضلة كبيرة جدا. التحليل النفسي يبين أن الأنثى عندما تكتشف تطلع على الخلاف بين البشر بين الذكر والأنثى تعتقد أن الاختلاف نقص، والنقص هذا يؤثر على جميع يعني حياتها، مناشطها الفكرية والقانونية والحياة الزوجية. فالتحليل النفسي موجود. أتى القرآن لمعالجة المعضلة هذه. الآية 12 صدمة في التحليل النفسي، عادة نعالجه بالصدمة. يصيبهم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يأتي يبني عليه الآية 22: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يعني ظاهريا التمني يتعلق بالإرث، ولكنه في الأعماق يتعلق بجميع التمني الإرث وغيره الأمور النفسية. الآية 34 بعدين آية القوامة. يعني الآية هذه اللي هو لا تتمنوا تتوسط آية الميراث وآية القوامة، يعني هي علاج للنفس البشرية ونحن غافلون عنه ولا بد أن ننتبه إلى هذا الأمر. شكرا. حبيت نرحب بشيخنا الفاضل الشيخ حسن الملولي اللي ما رحبتش عليه به في البداية لأنه ما كانش موجود في البداية، ما نجمش نفوت الفرصة هذه وما نعطيش. قدق. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ألف شكر للجمعية والمحاضرين. أنا أقول للجمهور للمسلمين جميعا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا أبدا بعد كتاب الله وسنتي. تمسكوا بالأرض، تمسكوا بالشريعة، حصنوا المسلمين، حصنوهم. ما بتكون هذه القوانين؟ القانون الأعلى هو القرآن، القرآن والسنة. المحاضرين زادهم الله نورا وخيرا وبركة لزيادة التوضيح فقط، لا تصح المقارنة بين شرع الله وبين القانون الآخر. الدساتير والقوانين، القوانين العالمية نحن معها، والقوانين تخص فيه، أما القانون الأعلى هو القرآن. يا سادة، يا سادة، مع كتاب الله وحسنة. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شكرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن بما يسمح الوقت في دقيقة، دقائق معدودة، الأخت الكريمة عضوة مجلس النواب تحدثت عن قوانين الدستور كوحدة، وهذا مضمون، وذلك علاش قلنا احنا نشعر أننا نسحب ونخرج من هذا الدستور في كل قانون يفتعل. الفرق بيناتنا ان احنا بدينا نعدوا من رقم واحد وهما خلفوا رقم واحد وداو يعدوا من رقم اثنين. الفصل الاول الاسلام ودينها، والفصل الثاني مدنيه الدوله، وهما بيعدوا برقم اثنين ما يعرفوش يحسبوا. هذا الفرق بيناتنا. هذه هي الوحده، يعني التكامل بتاعنا. هذه ذكرتني بطرفه وقعت بين زوجين حين تقدم للزواج لكاتب الزواج، فقال يا سادة يا زوج وزوجة، تحبوا نظام الاشتراك في الملكية ولا نظام الانفراد بالملكية؟ قالوا نحب نظام استرجاع المصاريف. نعم، اقتراح جديد. المشكلة الآن يعني سميته قانون الألغام، مشروع قانون الألغام، احنا نحطه في ألغام من أجل يعني هل تفكيك الأسرة وهذه الإشكالات الكبيرة. أنا مع الأستاذ في مسألة التفعيل، والحقيقة نريد تفعيل إجراءات دعينا من الرئاسة في اجتماع ألغي بعد سنتين، بعد ساعتين من الدعوة، مش يبين لك التفاعل الإيجابي مع القضية لما أعربنا عن استعدادنا للنقاش وللحوار ولتفعيل إجراءات. نحن على قناعة تامة بأن الحق الشرعي للمرأة في تونس في أغلبية الأسر هناك إشكال في عدم وصول الحق الشرعي. كيف نفعل هذا الحق لا أن نزيد الأزمة؟ أنت توا النصف مش قاعدة تأخذ فيه، وقت اللي تعطيها قد تحلت المشكلة، باش تزيد تتعمق المشكلة والمأساد، وباش يولي يتكلم بلغة شرعية حق الله، ما عادش يتكلم بلغة أخرى، تو باش يولي باستعلاء. الذكر باش يتولي يتكلم باستعلاء، لا أنت فكيتي حق ربي. ولما يمشي يستفتي ويقولوا له راهو حقك شرعي هكا، يولي يوجد الحيل الممكنة لاسترجاعه بشتى السبل، وشوف شنية التبعات والآثار اللي يمكن تجرى على هذا. بالنسبة للأخت الكريمة في قضية الحكمة والعلة والمسائل، احنا كلما دخلنا في خصوصي ودقائق مسائل أصول الفقه وجدنا فيهم ضعفا كبيرا، كما حضرت الأخت في المناظرة التي أجريناها في الحمامات. المشكلة هم من غير الاختصاص في هذه المسألة لا يفرقون بين العلة ولا بين الحكمة ولا بين الوصف الظاهر المنضبط ولا غير المنضبط، وهذه من دقائق مسائل أصول الفقه، وهي التي أوقعتهم في هذه المزلات والزلقات من 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 مسألة إلغاء العدة واقتراح إلغاء كذا إلى غير ذلك. فهذه يعني من خصوص المسائل اللي ندخل فيها، وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. شكرا. أنا تحدثت بما فيه الكفاية، فقط نحب بالنسبة للسيد صحف يتحدث على النزاعات الممكنة والمفترضة اللي تحدثنا فيها وشي الحلول لها. احنا في إطار اليوم الوقاية خير من العلاج، راهو مشروع قانون اذا كان كما قال الدكتور تاع الغام وتاع مشاكل ونزاعات وقضايا ما يلزموش يتعدى الساعه، ويلزم المجتمع المدني ورجال القانون والمثقفين بتاع البلاد هذه يلزم يبلغوا لنوابهم بكونه ما يلزمش يتعدى قانون، لانه مش يحل نزاعات وقضايا من بعد ونوازل كبيره في صلب العائله الواحده. بالنسبه لمساله الاخت لما تحدثت على القانون، النساء قد تلقاها صحيح وحتى تعرف ربي ومدينة وتصلي، ما تقول لك مثالش ندبروش حويج. المشكل في سوء الفهم، راهو العنوان غلط،
المساواة في الإرث بين الرجل والرجل كما فسرت في الأول راهو في زوز مغالطات على الأقل إذا مش أكثر. راهو مشكلتنا إحنا عام 98 جبنا قانون ذكرني الدكتور بالنكتة بنظام الاشتراك في الأملاك الزوجية. نظام الاشتراك في الأملاك الزوجية خذيناه كوبي كولي على فرنسا وجبناه القانون نظام اختياري تحب تعرس تختار الفصل الاشتراك. فاهمينه بالغلط. أنا كي نبدأ نكتب في صداق ولد عم ولد باش يبدأ بحدا يقول لهم خذوا الاشتراك كل شيء مع بعضكم. هو مش فاهمه. هو نظام الاشتراك في الأملاك الزوجية اللي قاعدين يختاروا فيه وفي بالهم كل شيء مع بعضهم. الساعة ما يشملش المنقولات وما يشملش العقارات اللي جات قبل العرس وما يشملش العقارات المهنيه والعقارات الفلاحيه والعقارات اللي جات بالارث والعقارات اللي جات بالوصيه والعقارات اللي جات بالهيبه كلها ما تشملهاش. حكايه فارغه في الا دار السكنه اللي يشراها واحد منهم بعد العرس هكاهو. اما خاطرنا فاهمينه بالغلط وانه الاشتراك في الاملاك الزوجيه كل شيء مع بعضهم وبرا ناخذوا الاشتراك. شوف السلبيات نتاعه تو يموتش راجل معرس على الاشتراك. دفتر الخانة ما عادش ترسب له حجة وفاته خلى زوجة وأبناء. لا قال ما تاخذش الثمن تاخذ الشطر ساعة والثمن في الشطر الآخر عبارة عين مصفي ما لا. وشوف عبارة شركة تحلت والمشاكل اللي لقيناها توا جرت سوء فهم نظام الاشتراك في الأملاك الزوجية. هذاك علاش احنا حتى في الطرح نقولوا تختار النظام الشرعي العادي الفصل في الاملاك والحد الاملاك وهذاك بدا العادي والسن. ولا الاشتراك اختياري كوبي كولي مش كلمه مزيانه تعجبنا خاطر كلمه اشتراك ولا توا كلمه مزيانه تعجبنا مساواه في الارث. فالمساله بتاع مغالطات لازمنا نفهموا الناس السموم اللي موجوده. السيده النائبه بالبرلمان مسؤوليتكم كبيره برشا باعتبار انه راهو نائب الامه وقت اللي احنا نظامنا السياسي ننتخبوه على حزب سياسي لكن بعد ما يتم انتخابه يولي نائب الشعب نائب الأمة يتكلم باسم الناس الكل. ودور مجلس النواب هو سن قوانين والقوانين وكرجل القانون أتحدث لا يجب أن تتدخل فيها السياسة. فالسياسة إذا تدخلت في القوانين أفسدتها. وبذلك النائب اليوم يلزم ينحي كسرته السياسية وقت اللي يبدأ يقرأ في قانون لأن القانون هو علم ينظم في مجتمع ولا بد أن نفكر في هذا المجتمع ونتقي ربي في هذا المجتمع. وشكرا لكم جميعا. قبل ما نعطي كلمة الاختتام للسيد رئيس الجمعية نقرأ البيان الختامي. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة 23 ديسمبر 2018 بيان. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إن جمعية الخطابة والعلوم الشرعية بعد اطلاعها على مشروع قانون أساسي لإتمام مجلة الأحوال الشخصية في بابها المتعلق بالوصايا والمواريث بما يتيح المساواة في الإرث بين الجنسين، أولاً تعتبر أن أحكام الميراث لا علاقة لها بالبشر واجتهادهم ولا بالسياسة وتجاذباتها ولا بالسياسيين وحساباتهم الانتخابية وإنما هي من وضع رب العالمين. ثانيا تؤكد أن قطعيات المواريث كما في الآية فريضة من الله ووصية من الله وبيان من الله فيجب الالتزام بمنطوقها دون اللجوء إلى إلغائها بدعوى الاجتهاد. ثالثا ترفض كل التوجهات الرامية إلى اجتثاث المرجعية الإسلامية من التشريع واختزال الإسلام في مجرد عنصر حضاري على نحو أخضع فيه فهم الفصل الأول من الدستور لأغراض إيديولوجية. رابعا تستغرب موقف المفتي الذي خير الصمت في مسألة دينية دقيقة مثل المواريث وتحمله المسؤولية الدينية والتاريخية في الصدع بكلمة الحق والإبانة عن الحكم الشرعي في المساواة بين الجنسين في الميراث. خامسا تثمن جهود جامعة الزيتونة في قيامها بواجب البيان وتبارك موقفها الشرعي من مسألة المساواة في الإرث. سادسا تدعو كل من تحمل مسؤولية الحكم في بلادنا إلى النأي بشعبنا عن القضايا التي تثير الفتن والانقسام وإلى الاهتمام بمعالجة التفاوت التي تعاني من ويلاته الجهات والأزمات المتتالية التي تعيشها المنظومة التربوية والانهيار غير المسبوق الذي شهده الدينار والبطالة التي قضت على أحلام الشباب
والفساد الذي أربك الاقتصاد وأنهك البلاد والعباد. سابعاً، تدعو أعضاء مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهم أمام الله وأمام منتخبهم بعدم التصويت على مشروع قانون المساواة في الميراث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين. على كل ربي يبارك فيكم ان شاء الله، وان شاء الله نتلاقاو في مواعيد طيبه. عاودوها هذه، نعاودوها خاطر النقاشات مازالت ناقصه. اللهم إنا نحمدك حمدا يفوق حمد الحامدين، ونشكرك يا ربي شكرا يفوق شكر الشاكرين. اللهم إنا نحمدك حمدا يوافي نعمك ويدفع عنا بلاءك ونقمك. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل اللهم انتشارنا من بعده انتشارا طيبا ساميا مباركا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من أزواجنا وذرياتنا وعلمائنا ومشائخنا وآبائنا وأمهاتنا خائبا ولا شقيا ولا محروما، بحرمة من أرسلته بالأمين رؤوفا رحيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وإذا أردت اللهم بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمن بلادنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم قوي عزمنا، اللهم انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا، وأعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. اللهم أصلح رأي من وليته أمرا من أمور المسلمين. اللهم اصلح رأي ولاة أمورنا وأمور المسلمين إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في البدء والختام، هو من بعثته رحمة للأنام، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.